للمزيد إذا مشاهدينا في بشأن إخفاق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، معنا عبر سكايب من بيروت المحامي أستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. مرحبا بكم دكتور طارق معنا. هلا، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. حياكم الله. إذا دكتور طارق، كيف ترى واقع هذه الجلسة، جلسة الانتخابات الرئاسية اليوم، وتأثيرها في كل من الشارع السياسي وحتى في الشارع اللبناني، تأثيرها في المواطن اللبناني بعد إخفاق البرلمان مجددا في اختيار رئيس الجمهورية؟ يعني صراحة ما جاء في تقريركم هو عين الحقيقة وقلبها. تحاول ميليشيا حزب الله ومن يتحالف معها من حركة أمل وغيرها بتعطيل أي استحقاق دستوري في لبنان، والآن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، لأن المرشح الأقوى أو الأكثر حصولا على الأعداد أصوات النواب لا تريده هذه الميليشيا، ولذلك تلجأ ميليشيا حزب الله ومن معها دائما في أمام كل استحقاق إما إلى تعطيل المؤسسات الدستورية وإما باللجوء إلى الشارع أو الاغتيال. ما لا يستطيع حزب الله تحصيله بالسياسة يستطيع أن يفرضه بقوة الأمر الواقع، بالقتل، بالاغتيال، بالتهديد، وهذا ما سيلجأ إليه حزب الله وما لجأ إليه مرارا وتكرارا في عمليات دستورية سابقة. عملية التعطيل اليوم كانت واضحة وصريحة بعد الأصوات، أكثرية الأصوات التي نالها المرشح الدكتور جهاد أزعور مقابل أقلية الأصوات التي نالها مرشح حزب الله وحركة أمل المدعومين من النظام السوري ومن إيران، وهذا ما يدل على أن أكثرية النواب تريد أن تنتخب جهاد أزعور. ولكن المشكلة الرئيسية كذلك في لبنان أن من يتحكم بالمجلس النيابي وبصورة غير قانونية وغير دستورية هو رئيس المجلس الذي يفتح المجلس ساعة يشاء ويغلقه ساعة يشاء ويفسر القانون والدستور على مزاجه وحسب مصلحة الميليشيا الإرهابية. ولذلك نحن في لبنان أمام إشكالية كبرى، هي الإشكالية الدستورية المتمثلة بوجود رئيس مجلس يخالف الدستور بدون محاسبة، هي إشكالية حزب السلاح الذي يحاول في كل مرة فرض أمر واقع بصورة مخالفة لإرادة النواب وإرادة اللبنانيين. لبنان يعيش حالة من الانهيار الاقتصادي وحالة من الانقسام السياسي، ولكن أكثرية النواب قالوا كلمتهم. دون أن ننسى أمر أساسي ومهم جدا، أن هذا المركز هو المركز الماروني أو المسيحي الوحيد في الشرق الأوسط، كونه رئاسة الجمهورية اللبنانية هي المركز هذا لمسيحي، وهذا له أهمية خاصة. أكثرية المسيحيين، بل يمكن القول أغلبية المسيحيين في لبنان، هم من الداعمين للدكتور جهاد أزعور، وهذا ما ظهر اليوم من أغلبية النواب المسيحيين. سليمان فرنجية مرشح حزب الله وحركة أمل يستحوذ فقط على حوالي 4 أو 5 نواب من المسيحيين، فيما يستحوذ النائب جهاد أزعور على أكثرية تتجاوز 35 نائب مسيحي فقط. وبالتالي يعني هذه إشارة مهمة جدا على أن الشارع المسيحي الذي يعنيه المركز بالأساس، بالإضافة إلى الشارع السني والدرزي والشيعي، هم من الداعمين لدستور جهاد أزعور. ولكن وهذا ما يعني يعطل اختيار رئيس للجمهورية، يعني هناك من يقول أن رئيس لبنان يعني لن يدخل قصر بعبدة إلا بتوافق جميع هذه المكونات. كيف السبيل إلى إنهاء هذه المشكلة؟ يعني المدة طالت، وكما تعلمون الوضع في لبنان صعب جدا والمدة طالت، ولكن لا ننسى أنه في الفترة ما قبل الرئاسية الأخيرة التي سبقت انتخاب ميشيل عون رئيس للجمهورية، عطل حزب الله وحلفائه انتخاب الرئيس لمدة 2.5 سنين حتى جاءوا بميشيل عون رئيسا للجمهورية، وهم لا يأبهون للوضع الاقتصادي للناس ولا للوضع الاجتماعي ولا لأي أمر، هم يريدون فقط فرض أجندة محددة. ولو كان لديهم أكثرية لسالوا بالنصف زائد واحد وانتخبوا من يريدون، ولكن بما أن الأكثرية النيابية هي مؤيدة لمن يعاكسهم في الرأي، فلذلك هم يلجؤون إلى أساليب التعطيل غير الدستورية، إن عبر رئيس مجلس النواب أو عبر الطرق الأخرى التي ذكرناها سابقا، ولذلك من يدفع الثمن هو الشعب اللبناني. دائما التدخلات الخارجية في الانتخابات رئيس الجمهورية في لبنان تلعب دور مهم، لا ننسى دور فرنسا الآن للأسف الداعم لميليشيا إرهابية اسمها ميليشيا حزب الله، وأعتقد أن المسيحيين يرفضون هذا الدور الآن جملة وتفصيلا، وهذا ما صرح عنه البطرك الماروني. هناك شبه دور للولايات المتحدة الأمريكية ولبعض دول الخليج،
ولكن إذا لم يكن هناك توافق الذي يسعى إليه الجميع، وهذا ما تريده الميليشيا، التوافق عندما لا تستطيع أن تفرض أمر واقع إما بالنصاب القانوني أو بالتعطيل، فتسعى إلى ما تسميه التوافق، وهو أمر لو فرضنا لو رأيناه على أمر الواقع هو غير صحيح، وإنما هو فرض لأمر واقع يريدونه من خلال اغتيال الدستور واغتيال العملية السياسية الدستورية. يعني يبقى دكتور طارق، إذن يبقى التعويل على الفاعلين الإقليميين والدوليين كما قلت لحسم هذه القضية والتوافق على اختيار الرئيس، يعني ربما يحصل على أغلبية الأصوات، الأغلبية التي يؤيده الشارع اللبناني في الحصول عليها. صحيح، للأسف دائما هناك لاعب أو لاعبين إقليميين يتدخلون لتسمية رئيس الجمهورية، مع أن النواب هم المكلفين بالأصل بانتخاب رئيس الجمهورية، ولكن في ظل الأوضاع اللبنانية الدائمة المستمرة منذ يعني استقلال لبنان وحتى هذه اللحظة، أو إن صح التعبير منذ عام 2000 أو منذ 1989 بدأ اتفاق الطائف، حتى اللحظة دائما يعني يحاولون فرض أمر واقع بما يسمى التوافق بصورة مخالفة للدستور، وإن كان التوافق هو أمر جيد ولكن ضمن الدستور اللبناني. الآن هناك دول مهمة في المنطقة تلعب دور أساسي يعول عليها، سواء كانت السعودية أو قطر، وكذلك هناك دور أساسي تحاول أن تفرضه فرنسا ضد مصلحة الشعب اللبناني، ولكن أعتقد أن القوانين الدولية التي تمنع دعم ميليشيات إرهابية وموقف الأمريكان المحير حتى هذه اللحظة يمكن أن يحول دون أن تقوم ميليشيا حزب الله بفرض أمر واقع. ونسمع اليوم هناك تحركات لبعض النواب في الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على المعرقلين، وعلى رأسهم رئيس المجلس النيابي نبيل بري الذي يعرقل العملية الدستورية حتى يفرض مرشح حزب السلاح. إذن عبر سكاب من بيروت المحامي أستاذ القانون الدولي دكتور طارق شندب، شكرا جزيلا لكم.